ليس نجارا ولا حرفيا، بل لاجئ سوري يستعين بالأشجار اليابسة ليحولها إلى حطب يدخل الدفء إلى قلوب أطفاله القابعين في مخيمهم. فالمساعدات التي تقدمها مفوضية شؤون اللاجئين لا تشمل الجميع، وإن وصلت فهي شحيحة ولا تكفي لتأمين الغذاء والوقود. العشرين أو الخمسة عشر دولار مانا مساعدة، ونحن عايشين بلبنان يعني، وكل الناس تعرف شو وضع لبنان يعني، كمان يعني في وضع معيشي صعب يعني. مو شيء بالأكل، أعطيني كرتونة، شو بدي سايب الكرتونة؟ بدي حبي أنا بدي حبي، أنا موجوع، أنا طول الليل بقوم بصلي وببكي وبدعي لربي، بدي دواء، أنا بدي دواء، ما بدي كرتونة، أنا أعطوني دواء وحب، بدي أعمل عملية، ما حدا رضي يعمل لي إياها بنوب نهائيا، لا الأمم ولا غير الأمم. 20,000 عائلة تحتاج إلى مساعدات أساسية ولا تستطيع المفوضية وحدها تأمينها، إذ تفتقد المفوضية إلى موازنة تغطي نفقات المعونات في الفصل الأول من العام الجديد، فأطلقت حملة دعم إلكترونية لمساعدة هذه العائلات عبر جمع التبرعات. المشكلة هي بتفاوت التفاوت ما بين الاحتياجات على الأرض والتمويل اللي عم يوصل من قبل الجهات المانحة، لأن يعني الجهات المانحة بعدها عم تقدم المساعدات وهذا الأزمة ما انتست، وعندنا ثغرة حقيقية بالتمويل للبرنامج فصل الشتاء خاصة لعام 2016. لم تعد قضية اللاجئين السوريين حدثا طارئا، إذ باتت أمرا واقعا ومستمرا إلى أجل غير مسمى، فيما تغيب الخطط الدولية لمواكبتها. يكبر هؤلاء الأطفال وهم يجهلون ما سيحمله المقبل من الأيام من مآسي، في ظل عجز بات واضحاً لدى المؤسسات والدول المانحة عن تأمين أدنى مقومات الحياة، إذ تقول المفوضية إن التعهدات التي أطلقتها الدول لمساعدتها في العام الجاري لا تغطي ربع احتياجاتها. رغم مرور السنوات لم تخف وطأة ملف اللاجئين السوريين مع تعاظم حاجياتهم واستنفاذ معظمهم كل مدخراتهم. السنوات لم ترفع توصيف الحالة الطارئة عن هذه القضية، بل فاقمت من مخاطر تداعياتها. دارين حلوي، سكاي نيوز عربية، من بلدة كترمايا في جبل لبنان.